اهلا وسهلا اهلا وسهلا، عسى مستضيفوك اخوي. بالعكس احسن ضيافه. الله يسلمك، شكرا. هذه الثقه احنا نعتز فيها ونعتز بموكلينا بعد. بو شنو؟ عفوا بو محمد، حياك الله. ممكن اخوي بو محمد تقول لي شنو قضيتك بالضبط؟ بصراحه انا اليوم جاي لك على قضيه وايد صعبه. صعبه؟ وايد مهمه بنفس الوقت. اي بس ان شاء الله ماكو شيء صعب. ما اعتقد راح يكون في شيء صعب علي. ان شاء الله. تفضل اخوي. انا جاي لك اليوم علشان ابيك تطالبيني يحطون لنا مطاب بالفرجان والمنطقه اللي انا ساكن فيها. اي بس وبعدين؟ علشان يرتاحون الشياب واليهال اللي طلعوا بالشارع، لان الشباب دائما مسرعين ولا يلتزمون بالسرعه القانونيه. اي بس انت تدري اخوي، يعني انا شو المطلوب مني اسوي؟ المطلوب انك تطالبين الجهه المعنيه انهم يكثفون ويزيدون من المطاب بالشوارع. قصدك اني اشتكي عليهم؟ بس لا، يعني بصراحه يعني انا من وجهه نظري القانونيه، اول شيء يعني الجهه المعنيه اكيد مو مقصرين، هذا رقم واحد. رقم اثنين، انت حط في بالك اعتبار انه ما شاء الله كثر المطبات بالديره، بالعكس يخافون على سلامة عيالنا وشيابنا وأولادنا، لدرجة أن أنا مرة كنت قاعدة أتمشى بالسيارة مع الوالدة، فيوم طبيت المطبة أول ما طبيت حسيت نفسي مسافرة، فشفت كل الدول اللي حوالينا، لدرجة أني وصلت البحرين، جيت خليت حلوة ورديت مرة ثانية على طول، المطبة ودتني المحرق، شفت شلون؟ أنا معاك بالنقطة هذه. لا بس خليني أقول لك شغلة صغيرة. تفضلي. تأكد أن الجهة المعنية أكيد مو مقصرين، وبنفس الوقت أنا بحاول في قصارى جهدي أني أروح حق الجهة المعنية وأتكلم معهم. إذا حسيت أن الكلام ما منه لا فايدة ولا عايدة، خليك واثق تماما أني راح أرفع شكوى ضدهم إن شاء الله. بس يا ريت يا أستاذة انك تطالبين باسرع وقت، لان شبابنا مو قادرين يروحون المسجد والشباب على طول مسرعين. ما يلتزمون بالسرعه القانونيه. اي هذا هو صادق. وانت عارف الشباب اهم شيء والخير والبركه. طبعا اكيد خير وبركه، واحنا بالعكس نبي سلامه شبابنا، هذول بركتنا وعيالنا عسى الله يحفظهم. عاد احنا عاد نتمنى نحرص على اولياء الامور انه ما يخلوا الياهال يلعبوا بالشارع، هو لعبوا بالحوش، تدرون بعد مساحه البيوت بحدود 300 متر والحوش يمكن 200 متر. المهم أنا بس حابة أقول لك إن شاء الله مالك إلا طيبة الخاطر، وأنا أكيد راح أراجع مواد الموضوع اللي أنت قلت لي عنه عشان أقدر أدش لهم من باب يعني شيء كذي قوي يعني. هذا العشم فيك وعساك على القوة. الله يسلمك أخوي. بس بالنسبة للمادية والفلوس شوي. لا 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 لا، رجع فلوسك بجيبك. أنا يبا هدفي إني أنجح بالقضية، وليست اني انا اطلب فلوس على القضيه. فعليك بس. ايه انا هدفي اني اكسب، لا تحاتي ولا يهمك، فلوسك موجوده ان شاء الله، احنا نزيدكم باذن الله تعالى. بارك الله فيك وعساك على القوه. الله يسلمك ان شاء الله. يا اختي ما تجوزون، انتم مالكم ومالو؟ ايه مالنا ومالو. اقول لك ناطر خالتك فج حلجها تقول يلا خلا زوجك، ايش فيك انتي؟ يا ستي يمكن هو هيرتاح، وبعدين احنا كمان نرتاح من ستك بنانة دي. اقول ترى لا تنسين انها خالتي، احترمي مشاعري، حد الجريئة. انا مش عارفة بصراحة سارة انت ازاي مستحملاها في البيت، جوزي هالو وكده تبقي ضربتي عصفورين بحجر، تخلع هي وتسيب لك البيت وفي نفس الوقت تريح ترتاحي انت من زن ابوكي. واي هذا اللي بقوم اذبحها، يعني انا جاي استشيرك بهالمواضيع، والله يا ريتني ما استشرتك. ليه ليه ليه؟ انا بقول بالعقل. تدرين شلون؟ ايه انا ادري ان ابوي خاش علي سر، وسر كبير، بس لازم انا اعرف شنو هالسر، لازم اعرفه. لما تعرفي بقولي لي. لازم اقول لك. ايه اكيد انا ما خاش عنك شيء، انت رفيجتي. سيديتش خلصتي تقارير الأطفال؟ أعطني عاد تشوفيهم؟ شوف التقرير الثاني. هاي طيبة، بتوافقين ولا بترفضين؟ كالعادة لمتى يعني؟ لمتى كذي بعيش بروحي؟ بس يا رب كذي اريح، لا ريل ولا عوار راس. ها لا 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 لا، يلا
يلا أطفال يلا 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 رجع كل شيء مكانه يلا يلا بالترتيب شوي شوي يلا عفية على الشطار يلا عفية عفية يلا 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 أيوة شاطر حطه هناك عفية على الشاطر يلا شوي 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 عفية حطها هناك حطها مكانها هناك إيه هناك على الطاولة يلا يا أبطال يلا لا 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 تحاتون أنا رافع رأس الشركة الأطفال كلهم قاعد يأخذون أكلهم بالتمام والكمال لا تحاتون أنا أصلاً ما في لقمة طب بحلجي إلا كل طفل بهالمدرسة ماكل أنا قاعدة أمثل الشركة بأكمل وجه لا 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 الأكل مكفي وموفي أصلاً حتى الزايد قاعد نوزع على اللي يشتغلون بالمدرسة إيه اللي ينظفون ارفعوا راسكم أنا لا تحاتون ماشي ماشي يلا باي يا بعد لا يا حياتي يا بعد عمري يا بعد طوايفي انت هدي اعصابك هدي نفسك خطوه قدمتي عليها ولازم تكمليها اسمعي هذا ايش تقول ايش فيك ما تفهمين انا تسرعت في هالخطوه المفروض اقعد معاها امهد لها افاتحها وبعدين يصير خير شوفوا حبيبتي انا عمري كم الحين وطول حياتي عمري ما شفت مرة توافق ان زوجها يتزوج عليها واحدة ثانية ايش فيك انتي خبلة ينيتي انا الغلط انا الغلط اذبحك هني ادفنك بعدين انا ابي حل ابي حل مالك الا تنطرين الرد من طيبة واذا درت هالفترة شوف حبيبتي انا من رايي يعني انا عندي راي ايش رايك فيني عليك وعلى رايك قولي سمعيني اقول تاخذين اجازه دوريه وتفكين امرك لا اي هذا الحال اي مالت عليك وعلى اللي ياخذ الشور منك بس انا اللي سويته في نفسي صدقين شفيكم شفيكم يا أطفال ليش تصرخون ليش ما كلكم خذيت وجبات أنت ما خذيت وأنت أنا ما خذيت ما حد خذيه حول الله وناصر وين ضج الوجبات وليش أنت تعطينها في وجبات وايد وين راحوا الوجبات يا ربي يا ربي سمحتي حضرة المشرفة شنو هذا شنو هذا اللي احنا فيه امري امري شو يا حال ياكلون يا حال ما ياكلون ليش ذنب الباجي ما اكلوا لا 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 ابدا 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 انا بايدي موزعة على كل طفل وجبة طفل طفل بايدي بس يمكن صفك جاي متاخر واذا هي متاخر يعني اذا هي متاخر ما لا وجبة ايش هالحكي حضرة المشرفة ايش هالحكي انت الحين ليش معصبة ومتضايقة حبيبتي الامور تفاهمين مع بالشركة مو معي انا ترى انا هني عادي موظفة حالي من حالك الحين انا عرفت وين الوجبات الظاهر الوجبات كلها ببطنك كان مبين لا حشا شوف انت ظلمتني شلون هذه الوجبة انا لقيتها مقطوطة بس لان مو مأكولة شوفي هذا اللي خلص الوجبات كان انا اكل التفاح لان التفاح شيء مفيد للجسم هذه الفضالة تاكلين الفضالة ما يصير ما فيها شيء ما فيها شيء شوفي هذه نعمة الله وانا قاعدة اكل من نعمة الله الحكي ما عاد ضايع الشرحة مو عليك على الادارة اللي حطوك يا باك تبين اكل انا التفاهم مو معك اتفاهم مع النظرة وايد بركني وايد احسن النظرة تفاهم مع شركة بعدين انت ليش معصبة وايد تعال تعال دري وصارة شنو هذا وجبة اليهال؟ لا بس بس اليهال إيه دي وجبتي أنا البلية دي بعتها لي كده يعني عفواً عفواً الإيه؟
الولية ذي بعث البوي. أولاً أنا سموش ولية. ثانياً هذه الوجبة هي مخلتها لأن للدايت للرجيم، هذه الوجبة كلها 85 سعرة حرارية فقط لا غير. Oh my god. Oh my god. أنا عايزة بذمتك أنا أخذ وجبة دايت أنا بدخن. أمال أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه؟ سكوتي. دي بتحول. أنت شلون تبيعين الوجبات؟ ظالميني. ظالمينك إيه؟ نص طنان قد كذا بدي أقولك. بعد ما أخذ النص دينار ونص الوجبات ما توزعت عليها، يعني بالنص دينار هذا كم طلعتي؟ الحجم عاد ضايع. أنا الحين أدق على مطعم عادل وخليه يجيب لنا احسن صمون واوكل لي هاد كلهم، بس انا الحين اروح حق الناظره واقولها علي قاعد يصير. هيا يا حضره المشرفه انا لك اعطيني خيارات وخيارتي. بس سمعيني، عفوا سمعيني، اذا بتكلمين الناظره تكلمينها تقوليها عن الشركه مو عني، لان انا مالي شغل. يلا روحي. ابشر طال عمرك ان شاء الله، اول ما يوصلني الكش ماسك خاطرك كله طيب. حياك الله يا هلا. مرحبا ابو خالد. هلا والله، هلا فواز. تفضل. شنو هذا؟ والله اجازه كم يوم. الله يهداك يا فواز. يا اخي ليش ما تصير نفس ربعك غدوه؟ شو اسوي ابو خالد؟ الفتره الاخيره تعبت، كله نداء واجب ورا نداء واجب، ومن حريجه لحريجه، فبريح والله كم يوم. يا فواز عسى الله يهديك ان شاء الله، ما شاء الله ربعك متفانين بالعمل، يحبون العمل من قلبهم من روحهم يشتغلون، وانت ما شاء الله ما تدري عن شيء. لا والله صراحه الشباب مو مقصرين. بس انا الحمد لله قايم بشغل على اكمل وجه، ويا ابو خالد لو تعرف سبب الاجازه صدقني راح يعني تعذرني وتفرح. وشنو السبب بالله؟ ان شاء الله قلت لك قبل فتره بتزوج الثانيه. زوج الثانيه؟ وانت ما ملجت؟ لا للحين والله ناطرين لين الموافقه، وموافقه اهلها، واهلها قاعد يشاورون نفسهم يسالون عني، يعني ايش يبون يسالون؟ يعني وين بيحصلون معرس نفسي مثلا؟ الحمد لله ريان كامل والكاميرا ان شاء الله. اقول إذا ملجت إن شاء الله بيصير خير، بعطيك يومين بس غيرهم ما فيه. يلا على شغلك. يلا بس يا أبو خالد بهالطريقة هذه راح أقوم بشغلي وأنا تعبان نفسياً ومضايق. أقول يا فواز ترى هذا واجبك ولازم تخلص فيه، ويلا على نوبتك. يلا يلا مع ربعك والإجازة طبعاً. يصير خير إن شاء الله، يوم تملج يصير خير. السلام عليكم. السلام. هين أرويكم إن ما رفعت كتاب حق الوزارة. وليش أرفع الكتاب جاهز رفعته؟ تتعاقدون معانا كشركة ويا الوزارة وتنقضون العقد؟ شنو هذي؟ ما تقولي لا 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 لا. شوفي أنسة مديرة، أنتوا ظالميني والظلي مشي. أنا مو أنسة. أنا أدري عنها تقولك أنسة. حضرة المديرة، مديرة أنتوا ظالميني، وهذه الظلي مشينا. وبعدين ترى أهما الشركة، أنا مالي شغل، أنا موظفة الشركة. أهما بجلالة قدرهم قالوا إن الشيء هذا إسراف إذا زادوا بالأكل. والشركة قالت لك تاخذين المواد الغذائية كلها، ها؟ تلعبين فيها تبوقين، ها؟ تبيعهم بعد. لا 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 ما أنا ما طقيت أحد على إيده وقلت له تعال اشتر مني، بس لأن المدرسات ما شاء الله عليهم يدورون بهالمدرسة نفس الفراشات، أشوفهم يراقبون وراها اليهال، فقارة ما يمدي ويحطون لقمة بحلجهم، بعدين ما طقيت أحد على إيده وقلت له تعال اشتر مني. كذبة خالتي، كذبة، قصدي حضرة المديرة. تبيع الوجبة على نص دينار لدرجة الأكل فايض عندها. زين شوفي مخابيها مترسة. تمويل سنة ماخذته؟ اشوف شخاشة عندك. لا 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 شوفي شو قد تفاحة اكليها اصلا زينة، وتساعد على نضارة البشرة وتشد الوي وتعطيك فيتامينات حق الوي، تخلي الوي ينن. احصان قاعدة بالممر يا خالتي، قاعدة تاكل تفاح، ما خلت ولا تفاحة بالوجبة ما اكلتها. وين رايحة؟ جمعية، رايحة الشبرة، ما تقولين لي؟ لا حشا، انا ما قلتها. اتفضلي. ها من المدرسات النشيطات في المدرسة، ما اشوفها تقعد بمكانها. انا شوفي ما مدى عليك بالعافية حبيبتي. أبي خالتي قاعد توزع علينا خضرة. شنو اكل الاطفال وبعدين معاك وبعدين؟ لا شوفي انت بتظلميني، ما يصير كذي. بعدين يقولك قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. انا ظلمتك؟ ها هتبلع لي؟ اطالعي شوفي لو سمحتي، انت داشه مدرسه محترمه، داشه على مدرسات. اي نعم، والمدرسات هذول واجهه للمجتمع، خريجين اجيال. نعم. جايه تبيعين علينا خضره وتفاح، انت وين داشه؟ وهذول الوجبات حق الطلبه مو حقك وحق بطنك تاكلينهم. زين يعني الحين
يعني أنا ما كسرت خاطركم؟ لا خالتك لها مسكونة تقلب. ما حنيتوا علي؟ لا لا. يعني بترفعون الكتاب؟ نعم وتفضلي روحي عند السكرتيرة الكتاب موجود. يلا بسرعة أخذي ودي معاك الشركة. يعني الحين ما بذنكم ماي؟ هذا الحل مالكم؟ لا ما بذننا ماي. إيه تفضلي. يلا مشكورين ما تقصرون بس أنا آسف. حقني كلتها كلتها واي وبعدين بس يا سارة ما شاء الله عليك عيني عليك باردة. إيه لو عندي كل المدرسات يسوون هالتصرف اللي أنت تصرفتي إحنا بخير. ما شاء الله عليها سارة تبارك الرحمن مدرسة مثالية والكل يحبها. إيه نعم نعم بنت أختي تربيتي ما شاء الله عليها. أنا خالتي عدل. لا don't say like this my auntie because أنا استحي. يعني إحنا خريجينك الكلام هذا والأسلوب هذا تعلمناه منك يا الغالية يا العزيزة. تدرين بعد ما نقدر نعصي أوامرك أو نخالف أوامرك. على العموم أنا أترخص لأن عندي صف محضرت لهم درس البقرة كيف تأكل الخس أو الجزر. يلا تبون شيء؟ قبل لا تروحين طال عمرك إيه؟ لا تنسين أنا هني الناظرة إيه؟ مو أنتي. اي صح حضرة الناظرة انا اسفة. أيوة. خلنا نروح اراجع الدرس البقرة كيف تأكل الخس. ايوه تبون اجيب لكم شيء من البقرة؟ لا سلامة عمرك. مشكورة ما شاء الله عليها سارة طيبة وقلبها ابيض والسامح. اي قلبها ابيض وناصع البياض. أيوة. لا والسامح خالتها اكيد بس تقين شكت فينا. اكيد أكيد شكت فينا شكت فأقولنا. يعني شنو خبلان؟ أهو تقولين يعني نص ونص. حسبي الله على بليسك تشفيك ضارب راسك. لا يعني أنا قلت لك نص ونص. مالت عليك إذا أنت نص ونص ترى أنا لا حبيبتي. أجل إيه لا تغلطين. لا أنا آسفة الحين أخذ أي شحذة في عليك أكسر راسك. لا فديتك أنا آسفة أختي حبيبتي صديقتي عزيزتي انت كل شيء بالدنيا لي بعد عمري فديتك. ما شاء الله عليك قص علي بهالحكي. لا افا عليك انا قص عليك معقوله؟ ممنوع نعم حط لسانك في نهاتك وسكتي. شعبان اهلا يا ام بطيبة. الا ما قلت لي منو هذا اللي مساء واقف يتهاوش معك؟ ده الاستاذ فواز جوز ابلة سارة وود المديرة. اه زين ايش في معصب وصارخ؟ كان عايز يدخل بس انا منعته. وعلى فكرة يا ابلة ده هو سألني على اسمك. نعم نعم ايش قلت اسألك عن شنو؟ على اسمك. ما شاء الله قلت لي اسمي. لا برافو عفيك كفو. اقول ثاني مرة إني أحد وسألك عن اسمي إياني وياك تقول لإن شاء الله لو أبوي شفت أبوي لو يجي هني ويقول لك شو اسمها ما تقول لأسمي سامع؟ هل يجي عندنا؟ يا ربي مكتب الناظرة يا رب يا رب يا رب. لا أبلة طيبة هذا الأخ فواز ولد حضرة المديرة يعني يشرح حق الطلب. أعرفه خير إن شاء الله ترى صفي كومبليت ما أقبل أحد جديد كلش. يا حليل أبلة طيبة ما شاء الله عليها دمها خفيف. لا 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 أبلة طيبة هو جاي يشرح حق الطلبة وإنجازاته في مركز الإطفاء يعطي العافية صجنا فارس وشهم ريا. إيش قلتي؟ أقول يعني جزاه الله خير متطوع وياي ويشرح بشرح صراحة حق الأطفال. يعني تنبيهات عامة توجيهات معلومات يعني إن رجل الأطفال لازم يكون حكيم قوي شجاع صادق مخلص وفي يعني حكيم كل شيء تصرفاته بس وهذا والله. مش معنى صفي أنا ليش؟
شلونك يبا؟ أنا بخير الحمد لله. أنت شلونك؟ مستغرب من هالهدوء هذا. أكيد في شيء. يبا اللي يسمعك الحين يقول أنا أمشي وناجر خلق الله. إيه تبين الصج؟ إيه أنت يا بنيتي مخلي أحد خلق الله ولدك أنا ما خليتي أحد، لكن أنت أكيد جاي على موضوع مديرتك مع الخطبة ومستحية منها. ها لا يبا لا تستحي، أدري إنك رافضتها وأنا بروح. لا 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 يبا أنا أروح لها بنفسي وأكلم. لا لا يبا أنا موافقة. قلتي إيه يبا؟ ماني مصدق اللي أسمعه. أنت موافقة؟ شو اللي غيرك؟ أنا توقعت إنك بترفضين العادة مثل كل مرة. يعني يبا أنا قعدت وفكرت وفكرت وفكرت، يعني لقيت إن المرة حلو لها تتزوج ويصير عندها ريل وسند وفي هالدنيا يعني وظهر لها. ها يا بنيتي أنا مو سند لك، أنا صايلك سند وصايلك عون هو شايلك على كفوف الراحة، ايش تبين أحسن من كذي؟ عسى ربي يطول بعمرك يا يبا ويخليك ذخر إن شاء الله، بس يبا يعني قلت المرة يعني مثل ما يقولون مرد المرة بيت ريلها، ويعني أنا مو بالعه هالمثل. قومي قومي فكي نفسك منه قومي. وليدي ما أنا أنت تأخذين واحد ثاني؟ شوف يما هو شوف الله يسلمك يعني شوف يما يعني أنا أبوه أنا شوف أبوك تطلقت منه مركبنا ما مشى أنا وأبوك ما اتفقنا فأبوك راح تزوج واحدة ثانية والله وفقه يعني بعد خلي أمامتك تشوف نصيبها يعني والله أنت قلتي ما تحبين الريايل إيه أنا ما أحب الريايل وللحين أنا أقول لك أنا ما أحب الريايل بس يمكن يطلع واحد ولد حلال يعني يغير فكرتي أو شيء يعني هذا اللي بغير فكرتك؟ شوفي ما يعني أنا مو مقتنعة فيه بشوف شوف شوف إذا أنت مو موافق أنا أرفض ما بها زواج لا خلاص هذه حياتك اللي تبين أسوي أكيد أكيد أنا يا سارة أنا شايف إن خالتك قاعد تودد لك لأن حست بغلطتها معاي. واي إيه صدق وايد طيبة خالتي حدك ذكي حدك نار أنت يبا حدك. مشكور. وين الطيبة يا يبا هذه قلبها قاسي ما عندها رحمة شوف إيش تسوي فينا بالبيت. إيه والله يبا ما أعطى بنت حق ولد الغريب وأنا ولد أختها مو ملقتني وي. تفضل 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 إيش يقول؟ تاش يقول حنا وين وهو وين؟ أنا اللي بفهمها هي ماش عندها سالفة تحوم عليها ما أدري شنو فيها بس أنا لابد إني أعرف شنو اللي براسها يدور لازم أعرف إيه ما يصير أقعد كذي إيه والله حتى أنا حاصل في شيء يدور أكل أكل أنت أكل يا ميقوف كلهم دخل نفسك وبس يلا أكل والله قلي بش فيك بس انا يعني شبعت هذا ما كنت جاي مسوي رجيم انا مسوي رجيم بس ولا اقول وين ريلك مداوم اليوم اي مداوم ما تشوفني انا جايه على الزواره بروحي جايتكم على العشاء بروحي شو اسوي له بعد هو بالدوام قلت انا بريحاتي هذا غريبه ان فواز ما يطوف الزواره عاد اليوم الطباخه خوش اكل مسويه خوش مجهوز دياي بس احب اقول لك يا بنيتي ما يخالف خذيها نصيحه من ابوك ترى فواز يعزيك يحترمك ولازم تحطينه بعيونك هذا وتسكين عليه ما تلقين مثله والله وانا ابوك والله ما تلقين مثله طيعيني والله يحبك وايد اي والله يبا يحبها مع ان على قولتهم لا يابا وعيال وشوف شلون عايشين انا شبعت يبا انت ايش فيك انت
إنسان متبري منك، ما تستحى على وجهك أنت. يا يبا لا تلومني، نسيت والله نسيت، وتدري إن أنا لاهب بموضوع لولو، وإنت تدري يبا إذا راحت ولا صار شيء ما راح أستغني ولا ما ما أدري إيش راح يصير. مالت عليك وعلى لولو أنت ويا دماغك، هاللي متروس قطن هذا، هذا الدماغ هذا يفكر، هذا ما يفكر، يا الدماغ هذا مالت عليك وعلى دماغك، دماغك مفلوش أنت، استحى على وجهك. أكو واحد يزعل أخته على العشاء